هذه الأغنية إخواني ننتقل إلى مقام الحسيني، ويتفضل الأستاذ هاشم بتقديم تحليل لهذا المقام ونؤديه بعد ذلك. مقام الحسيني هو رأس الفصل الخامس، والفصل يسمى باسمه ويحرر أربعة أنواع، والأربعة أنواع تحرر بداية من الشارقة، لكن التحرير لا يعاد بأبيات من الشعر، هو المقام الوحيد الذي لا يعاد تحريره بأبيات من الشعر، وإنما يبدأ غناء أبيات الشعر من الكردام، من الدول عالي. وفيه جلسة وهي النزول من الحسيني إلى العشيران، يعني من اللا العالي إلى اللا الواطي، وقليل من يعملها هذه الجلسة. وفيه ميانة تستقر منها من يعملها على البيات، يعني على الحسيني، ومنهم من يعملها رست تستقر على النوى صول، وهو من المقامات المطلقة، وتأخذ فيه قطع جبوري، قطع مثلا إبراهيمي، وقطع من الصبع على الحسيني، ويسلم بالقرار، من النزول بالقرار من الجواب إلى قرار النغمة. نعم. إلى لا الواطي. نعم. هذا هو الحسين. شكرا أعزائي. نستضيف مطربا قرأ المقام منذ منتصف الخمسينات، إلا أنه لم يسجل
في التلفزيون، وهذه المرة الأولى التي يسجل فيها. إنه المطرب رشيد الجبوري. أتمنى أن يكون موفقا في مقام الحسيني، وأتمنى منه المواصلة في قراءة المقام. Oh.
يا غالبا لن ينقطع ذكري له، يا غايبا لم ينقطع ذكري له، لو أن ذلك ينفع اللزاحا لو أن ذلك ينفع Oh.
إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة، أتمنى لكم وقتا سعيدا وإلى لقاء قادم إن شاء الله. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي مواد برامجنا. ليلة سعيدة هنيئة وتصبحون على خير.